بلا قيود. ضيفتي في هذه الحلقة هي أول امرأة عربية تنال جائزة نوبل للسلام منذ عامين. خلالهما تغيرت الأحوال في دول ما يسمى بالربيع العربي، وكذلك تبدلت المواقف من نشاطها وأرائها سواء في اليمن أو في مصر. ضيفة بلا قيود الناشطة اليمنية توكل كرمان، أحاورها في رؤيتها لمسار الديمقراطية في العالم العربي، رأيها في العلاقة بين قوى التغيير والعسكر، عن أي حيادية للجيش تتحدث، وهل توقف نشاطها في اليمن أم أنها متفرغة لشؤون دول أخرى. سيدة توكل كرمان، أهلا بك. بداية، لماذا تراجع نشاطك في اليمن فلم يعد يسمع لك صوت؟ مرحبا طارق، وجيد أن تبدأ هذه المقابلة بهذا السؤال الهجومي. أنا عضو في لجنة الحوار الوطني، في لجنة التوفيق في الحوار الوطني. هذه اللجنة معنية بالتوفيق بين جميع فرق الحوار المختلفة التي تناقش قضايا الوطن الأساسية الآن في المرحلة الانتقالية، بدءا بشكل الدولة، مرورا بالقضية الجنوبية وقضية صعدة والعدالة الانتقالية وغيرها من قضايا التسع، نعمل من خلالها بالعبور باليمن نحو المستقبل. نحن في فترة انتقالية يديرها رئيس انتقالي بالشراكة والتوافق بين جميع قوى هذا البلد. نعمل ونبذل قصارى جهدنا من أجل أن تمر هذه المرحلة الانتقالية نحو الأمام. نحن الآن في مرحلة بناء الدولة الضامنة لتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية، لذلك لم تجدني في الشوارع أتظاهر كما كان في 2011، ستجدني في كواليس مؤتمر الحوار الوطني أناضل مع زملائي من أجل أن نخرج بنتيجة رائعة لهذا البلد. لكن سيدة توكل، لم تقولي أن هذا الحوار هو مجرد ديكور ليس إلا؟ نعم، قلت ذلك في بداية الإعلان عن مؤتمر الحوار الوطني، لأنه كانت لدي ملاحظات حول عقد مؤتمر الحوار الوطني، بينما كنت أنا من اللجنة التي حضرت لهذا الحوار، اللجنة الفنية للتحضير الحوار الوطني، حيث اتفقنا في هذه اللجنة وقبلها حسب القرارات الدولية، حسب قرارات مجلس الأمن، وقبلها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تحدثت عن توحيد الجيش والأمن كأولوية وكمهمة أولى للدخول في العملية الانتقالية والشرط أساسي لإنجاح الحوار الوطني، وغير ذلك من المهام التي لن تكن أنجزت حينما عقد مؤتمر الحوار الوطني. كان إعلاني عدم الدخول في الحوار الوطني أو عدم المشاركة، هكذا قلت، إعلاني عدم المشاركة في الحوار الوطني آنذاك، مشروطا بإنهاء انقسام الجيش والأمن. وحينما أنهي انقسام الجيش والأمن أعلنت مشاركتي ودخولي في الحوار، على الرغم من أن هناك في قصور بجوانب متعددة، على رأسها كانت مشاركة الشباب والمجتمع المدني، لكن النقطة الحاسمة هي كانت توحيد الجيش والأمن، وهذا ما حصل. لكن أيضا سيدة توكل، يعني فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية، ذكرت أنها فرضت على شباب الثورة. هناك من يستغرب كيف لتوكل كرمان التي يعني كانت راسخة في مواقفها وثابتة وقادت لاحتجاجات في ميادين اليمن، كيف تقبل بهذه المبادرة؟ نعم، أنا ذكرت ذلك، ذكرت أنه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فرضت على شباب الثورة، لكن هناك فرق بين أن هناك شيء يفرض عليك وتقبله وبين أن هناك شيء يفرض عليك وترفضه. نحن قبلنا بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ولم نقبل بالمبادرة الخليجية آنذاك. تتذكر حينما يعني كانت مقابلاتي في البي بي سي وغيرها من القنوات أثناء الثورة السلمية، و مبرراتنا لرفض المبادرة الخليجية أنها كانت مبادرة نص على ثلاث نقاط فقط، تتحدث عن مغادرة المخلوع علي عبد الله صالح للحكم ومنحه الحصانة وإجراء انتخابات، وكان هذا شيء مرفوض تماما بالنسبة لنا. لكن جاءت الآلية التنفيذية ملبية لمطالبنا ومستجيبة لمبرراتنا لرفض المبادرة الخليجية، جاءت مفصلة وملبية
لجميع أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية. هذه الآلية التنفيذية نحن قبلنا بها، ونحن حينما ذهبنا إلى صناديق ما سميناها وقتها صناديق الاقتلاع في 21 فبراير 2012، ذهبنا إلى تلك الصناديق لنعلن مرحلة جديدة، موافقتنا على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي مليئة بالمهام والاستحقاقات التي يجب أن تنجز خلال فترة انتقالية. للأسف الشديد أن هذه الفترة الاستحقاقات وهذه المهام لم يتم إنجازها اليوم. فالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية جاءت ملبية لمعظم، ولا نقول لجميع، لمعظم أهداف الثورة الشبابية السلمية، باستثناء باستثناء الحصانة التي رفضناها ولا نزال نرفضها حتى يومنا هذا. هذه الحصانة شكلت عائق كبير لنجاح الفترة الانتقالية والقيام بمهامها واستحقاقاتها، غير أنها بالإضافة إلى أنها يعني تعدي حقيقي لقيم الثورة الشبابية السلمية وفي مقدمتها قيم العدالة والمساءلة. سيدة توكلي، أنت ذكرتي أنت موجودة في اليمن تتابعين نشاطك في جلسات الحوار الوطني ربما منذ أكثر من 3 أشهر، وتغريداتك تنحصر فقط في الشأن المصري، حيث أخذ عليك تقلباتك الحادة في المواقف انتقادا سبابا، و ما عد ارتباكا من توكل كرمان وتخبطا وتراجعا عن مواقف سابقة. ما قولك في كل ما ينسب إليك؟ قولي في ذلك أنه لا يوجد هناك أي تراجع أو تخبط، بل هناك انسجام مع المواقف الثورية ومع المراحل التي أعرفها عن والتي أطالب بها بجميع الثورات وفي مقدمتها الثورات السلمية. الثورات تبدأ بإسقاط النظام، وليس فقط برأس النظام، وتمر بمرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية يجب أن تكون مبنية على الشراكة والتوافق بين جميع قوى الثورة لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات، يعني العبور بالدولة من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية. لكن هل تحقق سيدة توكل، هل تحقق ذلك في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي؟ وهذا أنا الذي أريد أن أفسر مواقف التي يسميها البعض تخبطا، وهي حقيقة من يسمي ذلك لا يفهم يعني أبجديات الثورات السلمية ومراحلها. أنا منذ في عهد الرئيس مرسي، منذ أن قررت قوى الثورة في مصر الدخول في انتخابات تنافسية فيما بينها البين، أنا كتبت مقالات ونشرت في جريدة الأهرام ونشرت في كثير من الصحف المصرية، طالبتهم فيها بعدم الدخول في الانتخابات، لأن الآن نحن أمام استحقاق ثوري. الاستحقاق الثوري يتطلب أن جميع شركاء العملية الثورية ألا يدخلوا في تنافس فيما بينهم، عليهم أن يبنوا الدولة الضامنة، الدولة الضامنة للحقوق والحريات. الدولة أنا أريد أن أكمل فكرتي هنا، الدولة الضامنة للحقوق والحريات، الدولة الضامنة للحكم الرشيد، الدولة الضامنة للانتقال لتأسيس مؤسسات الدولة الديمقراطية، الدستور وغير ذلك. ما حدث طبعا موقفي ضد الرئيس يعني مرسي وضد الإخوان المسلمين خلال تلك الفترة مبنية على هذا النحو، لأن كنت أطالب بالشراكة والتوافق في إدارة المرحلة الانتقالية. لماذا لمت الإخوان المسلمين أكثر من غيرهم؟ لأنهم من وصلوا إلى السلطة. هذا لا يعني أني لم ألم المعارضة التي لم تدخل في العملية سيدة توكل، أنت تذكري من الأسباب ما تعذر معه أن يتحقق تلك الشراكة خلال المرحلة الانتقالية. لماذا إذن تلومين المؤسسة العسكرية إذا ما قلت بأن الإخوان، أذكر لك التغريدة بأن الإخوان نجحوا خلال عام في تدمير سمعة مصر والقضاء على قوتها الناعمة، وما الفشل إن لم يكن هذا؟ ولا تريدين من الجيش أن يتدخل المؤسسة الراسخة والأكثر تماسكا في مصر؟ لا أريد من الجيش أن يتدخل وأن يقود انقلابا ضد الثورات وضد قيم
الثورات السلمية وضد قيم دولة الحقوق والحريات وضد قيم الديمقراطية والعدالة والكرامة. نحن كنا ولا زلنا نطالب بالشراكة والتوافق بين جميع قوى الثورة خلال العملية الانتقالية. أنت تعيدين ذكر ذات النقطة سيدة توكل، تكررين ذات النقطة وأن ذلك في نهاية الأمر في حكم مرسي لم يتحقق، وتقولين بل فشل. نعم. لم يكن نعم. هذا نعم. من يريد أن يتدخل، من باستطاعته في مصر أن يوقف هذا الفشل؟ وأنت ذكرتي لو كنت مكان وزير دفاع مصر لعلقت الدستور وأصدرت بيانا دستوريا يتم فيه تشكيل مجلس رئاسي انتقالي. حتى أنت في تغريدتك بتاريخ 30/6 ذكرت ذلك، كأنك دعوت الجيش إلى ذلك. مرة أخرى، ما قام به الإخوان المسلمين والمسلمون والرئيس مرسي خلال فترة حكمهم من عدم قدرتهم على الوصول بالدولة الانتقالية إلى مرحلة الشراكة والتوافق، هذا خطأ سياسي كبير وقعوا فيه الإخوان المسلمين والرئيس مرسي بدرجة أولى، لأنهم كانوا على رأس الحكم. ولأجل ذلك أنا كنت مساندة لمطالب 30 يونيو المطالب بانتخابات مبكرة لضمان ذلك. الآن طيب. ما الذي حدث الآن؟ لا دعني أجيب على سؤالك. الآن ما الذي حدث؟ الذي حدث بأن الجيش لم يحقق هذه الشراكة والتوافق. حينما حينما نتحدث عن شراكة وتوافق، نتحدث عن من أجل أن نحمي المجتمع خلال هذه المرحلة. الجيش انسحب من الصورة سيدة توكل، الجيش انسحب من الصورة، لم يعد في الصورة. كيف انسحب؟ وهناك لا. مباركة من قوى سياسية، السيسي وزير دفاع في حكومة انتقالية. طيب يا أخي، هذا مثل هذا الطرح حقيقة يضحكني كثيرا. يعني إذا كان شركاء العملية الانقلابية الآن جميعهم مقصيون من إدارة المرحلة الانتقالية، وما حدث من انسحاب للدكتور البرادعي شخص يعني واحد انسحاب واضح جليا في ذلك. ما أطالب به أنا تحديدا، كنت أطالب بأن تدار مصر وغير مصر في مرحلة ما بعد الثورات بالشراكة والتوافق بين جميع قوى الثورة، وليس أن يتم إقصاء أي فصيل أو تيار من 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 إدارة الدولة في هذه المرحلة الصعبة. الذي حدث بأن الجيش المصري أو تحديدا السيسي انقلب على الشرعية الثورية التي نطالب بها الممثلة بالشراكة والتوافق بين قوى الثورة، أقصى فصيل مهم، أقصى من وصلوا إلى 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 رأس السلطة عبر الانتخابات، أقصاهم وعمل على اكتساثهم، بل وانقلب على قيم ثورة يناير. هو لم ينقلب على مرسي. أنا لماذا وقفت ضد الجيش في 3 يوليو؟ لماذا وقفت ضد الجيش؟ وبالمناسبة ما تحدثت عنه من منشور لي حين دعوت وزير الدفاع إلى أن يعني إلى أن يعمل على تعليق الدستور بالاتفاق مع الرئيس مرسي من أجل أن يصل إلى الشراكة والتوافق. أنا أريد الشرعية الثورية. أنا ذاك رفض كل المبادرات يا سيدة توكل، حتى لأن الوقت يعني بدأ يداهمنا. الرئيس مرسي رفض كل المبادرات والإعلان عن استفتاء وانتخابات رئاسية مبكرة. أسألك برأيك، مقبول باسم شرعية الانتخابات التي تتحدثين عنها أن تتواصل الإخفاقات وسلسلة الأخطاء؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فأنت تقارنين عن رئيس المعزول محمد مرسي بنيلسون مانديلا. في هذا الموضوع مرة أخرى بأن الشراكة والتوافق لم تتحقق، أنا حينما طالبت الرئيس مرسي بأن يتفق مع وزير الدفاع على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي، قدمت هذه المبادرة في 30 يونيو، وقدمتها كذلك حينما قرر المصريون الدخول في الانتخابات. تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يكون قوامه كل من فاز في الانتخابات الرئاسية في المرحلة الأولى، يعني في المرحلة الانتخابية الأولى بنسبة لا تقل عن 10%. إذا استطاعوا أن يعبروا بالبلد نحو هذه الشرعية الثورية لما وصلنا إليه الآن. لكن للأسف الشديد أن الجيش انقلب على الشرعية الثورية، وانقلب على الشرعية الانتخابية، وانقلب على قيم يناير. الآن لا حرية تعبير، لا حرية تجمع سلمي. الشرعية الثورية ذكرتي الشرعية، أنت تتحدثين تارة سيدة توكل في اختيار ممثليهم في 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 في, في الاختيار ممثليهم في المجالس النيابية والتشريعية وكذلك في رئاسة الدولة. سيدة توكل، تارة تتحدثين عن شرعية الانتخاب
الانتخاب وتتهمنا مرسي بالفشل وتقولين أن الاصطفافات خلف يوم 30 أكثر من الاصطفافات في ضد مبارك، وقلت إن لم يقيله الجيش أو أن الجيش سيتدخل الحفاظ على السلم الأهلي الذي فشل الرئيس في الحفاظ عليه، والشرعية الثورية في التحرير هي أقوى وأعظم من أي شرعية. 33 مليون مصري خرجوا للمطالبة برحيل مرسي، ماذا تريدين من الجيش؟ وتارة تقول أن الرئيس كان فاشلا، وثم تقولين بأنه كنيلسون مانديلا. مرة أخرى، كل تصريحاتي في 30 يونيو أنا لست نادمة عليها، هذه التصريحات كانت تدعو إلى الشراكة والتوافق، وكانت تلك التصريحات المدفوعة بنفس الشرعية الثورية التي بالنسبة لي مقدمة على الشرعية الانتخابية في حال توافق شركاء الثورة على ذلك، وفي حال رضى الفصيل الذي دخل في الانتخابات، لكن أن يتم فرضها بالإكراه والقوة والإقصاء والإقصاء والاكتثاث، هذا مرفوض. أنا تغير موقفي تماما من الحراك الذي ما يسمى حراك وقتها في 30 يوليو في 3 يوليو حينما حصل ذلك الانقلاب الدموي، ولا أعتقد أنه أي أحد يحترم نفسه، أي أحد يحترم نفسه أنه لن يتغير موقفه في 3 يوليو، لأنه ما حدث انقلاب عسكري على قيم الربيع العربي وعلى قيم أنت تتحدثين المصرية. سيدة توكل، عندما تتحدثين عن الإقصاء أنت أيضا بطريقتك حازين بشكل كبير، وفي لهجتك إقصاء، وهناك من يتهمك بعدم الحيادية وبالإضرار بالعلاقات بين اليمن ومصر، حتى أن دائرة أصدقائك والدول العربية التي كان يفترض أن تفتح أبوابها لك كحائزة نوبل للسلام ومنحازة للقيم المدنية والديمقراطية باتت تقفل، دائرة الأصدقاء تضيق. لست محايدة أبداً في أي شيء يدعم الدكتاتورية والاستبداد ويقضي على الحقوق والحريات ويقضي على مكتسبات ثورات الربيع العربي. أنا هنا أصطف مع قيم الديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة، أصطف مع حرية الرأي والتعبير مثل ما اصطفيت في 30 يونيو من أجل الشراكة والتوافق والعبور بمصر نحو المستقبل. ما حدث الآن أن الجيش للأسف الشديد، أن السيسي للأسف الشديد والقوى الانقلابية معه، وهي المعارضة التي فشلت في الانقلاب في الانتخابات، أن هؤلاء الآن أعادوا لمصر حكم العسكر، أعادوا لمصر استبداد، أعادوا لمصر. مصر الآن تدار بشرور يعني جميع الأنظمة السابقة، أنظمة الاستبداد يعني والدكتاتورية التي ثارت عليها الربيع العربي. يعني إذا انهار حكم الإخوان في مصر، انهار ما يسمى بالربيع العربي والديمقراطية في العالم العربي، هل لديك أو عندك إما حكم الإخوان المسلمين أم لا حكم أم لا ديمقراطية برأيك؟ كيف إما حكم الإخوان المسلمين أو لا ديمقراطية؟ إذا كنت أنا طالبت بانتخابات مبكرة، يعني هذا هو السيناريو المقبل في مصر. يا اخي، ايش من انقلاب، ايش من حل يعني انتخابات قادمه في ظل اقصاء جميع الذين يرفضون حكم العسكر؟ ايش من جماعه الاخوان المسلمين ووجدت لهم الدعوه للحوار؟ ايش من حوار؟ كيف من حوار وهم في السجون؟ كيف من الحوار وهم في المقابر؟ كيف من الحوار وصحفهم مقفله ومقراتهم مقفله؟ كيف من الحوار وهم ممنوعين من حقهم في التعبير؟ ايش من الحوار وقيم الديمقراطيه، قيم الربيع العربي؟ يا اخي ما هي مكتسبات ثوره يناير؟ انا اقول لك هذا الانقلاب ليس انقلاب ضد الاخوان المسلمين، انا عارضت الاخوان المسلمين وانا عضو مجلس شورى الاصلاح في اليمن، عارضتهم بشده لاني اريد ان تعبر البلد في المرحله الانتقاليه بالشراكه والتوافق، لكن الذي حصل ان هناك انقلاب ليس ضد مرسي، الانقلاب ضد ربيع مصر وضد الربيع العربي، الانقلاب ضد مكتسبات ربيع مصر. ما الذي أتت به ثورة يناير؟ يناير أتت بحرية التعبير، أتت بحرية التجمع السلمي، أتت بحق لكن الناس. لكن ذلك لم يمنع سيدة توكل. سيدة توكل عليه. نعم. يعني هذا لم يمنع في مصر، حرية التعبير. كم من قادة الإخوان جماعة المسلمين في رابع العدوية ذهبوا يعني مذاهب في نقدهم للسلطة
والحديث بشدة وقوة. التظاهرات تقريبا يوميا تخرج ليلا حتى في حظر التجول. أنت لديك رسالة إنسانية، هذه الرسالة لا تحتم عليك الحيادية حتى تكون شخصية تستطيعين التوسط وتكون مقبولة لدى الجميع. على 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 الذكر حظر التجول، أهم مكتسبات ثورة يناير هو إلغاء قانون الطوارئ، وللأسف الشديد أن انقلاب 3 يوليو أعاد هذا القانون. ما يفعله الآن الإخوان المسلمين من نضال، الإخوان المسلمين ومن معهم من المعارضين لحكم العسكر، نضال أسطوري يفرضونه بدمائهم وإرادتهم الصلبة وإيمانهم بأنهم سيعيدون الثورة إلى مسارها الصحيح، وليس بمنحة من العسكر ولا من تنتقدين سيدة توكل، أنت لست يعني أنت يعني تنتقدين الإخوان ثم تعودين في حديثك للتركيز على جماعة الإخوان المسلمين، كأنك تنطلقين من انحياز من انحياز حزبي وعقائدي. نعم نعم، البعض رأى كذلك الناشط اليمني عبد الحفيظ النهاري قال تخدمين أجندة حزبية ضيقة لأنك تنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. خذها مني هكذا، نعم أنا منحازة الآن في هذه المرحلة لحركة الإخوان المسلمين ولتحالف الرافض للانقلاب على الشرعية ولكل شباب مصر الرافض للانقلاب على الديمقراطية وعلى قيم ثورة يناير. أنا لن أقف يعني محايدة في هذه المعركة. هذه معركتي أخي. نعم. أنا ولماذا معركتك؟ لماذا كل هذه الحدة تجاه مصر؟ بالمناسبة يعني تتدخلين بشكل قوي وحاد فيما يتعلق في مصر، لأن مصر هي جوهرة الربيع العربي، وإذا فشل الربيع في مصر فسيفشل الربيع في جميع دول يعني المنطقة. الخوف على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن؟ يا أخي غريبة هذه الأسئلة حقك، يعني كيف الخوف على جماعة الإخوان؟ أنا أكلمك عن ربيع عربي، عن عندما عن عندما مكتسبات يا عندما تغير المشهد يا سيدة توكل، هذا سؤال مشروع جدا. عندما تغير الحكم في مصر وما وقع فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، كان الخوف أن يتأثر النهضة في تونس، الإخوان المسلمين في الأردن وكذلك في اليمن، التجمع اليمني للإصلاح ذراع سياسي لجماعة الإخوان المسلمين. هذا سؤال مشروع جدا. هذا أخي هذا تفسيرك أو تفسير من ما الذين يتبنوا هذا الطرح. بالنسبة لي لا تستطيع أن تحاججني أو تزايد على موقفي في هذا الشيء. وقفت ضد الإخوان المسلمين وضد مرسي وانحزت لثلاثين يونيو حينما رأيت أنه أو حينما ظننت، لأن للأسف اكتشف لنا فيما بعد أن 30 يونيو هو يعني كان مخططا ومدبرا من قبل دول خليجية ومن قبل العسكر ومن قبل المعارضة. هذه الدول الخليجية التي تتحدثين عنها هي التي حلت أزمة اليمن، مبادرة خليجية تدخلوا في اليمن. هذه الدول الخليجية التي تآمرت في فيما عدا لديك قصر. دليل على ذلك؟ والله سأقرأ الصحف وشوف ما موقفها من الانقلاب المباشر بعد 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 الانقلاب، وشوف الرحلة المكوكية اللي قام بها وزير الخارجية السعودي لدعم الانقلاب وإلى آخره. إذا هذه ليست أدلة يعني هذا شيء مضحك للغاية. مرة أخرى دفاعنا، وإن كان ليس عيبا أن ندافع عن حركة الإخوان المسلمين اليوم وعن القوى المناهضة للانقلاب اليوم، لأن ما يخوضونه اليوم هو معركة تحرر، هو ما يخوضونه اليوم هو استكمال لثورة يناير العظيمة، وسوف ينتصرون. حينما حزت أنا على جائزة نوبل للسلام لم أحزها وأنا نائمة في البيت، ولم أحزها لأي شيء آخر غير معركة النضال من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية، وغير لمعركتي مع شباب طيب. الربيع العربي. يعني على ذكر جائزة نوبل، على ذكر سيدة توكل، يعني على ذكر جائزة نوبل، هناك ما يتهمك بأن الإخوان المسلمين في اليمن يحاولون استغلال توكل كرمان كحائز على نوبل للسلام للترويج لسياساتهم، كيف تردين على ذلك؟
أنا أول مرة أسمع هذا السؤال، هذا الاتهام. بالعكس يعني كثير من الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح تحديدا هنا في اليمن يعني ربما يزعل مني كثير، لأني أقول أني لست ملتزمة تنظيميا، يعني أنا منتمية إلى الثورة الشبابية الشعبية السلمية وقبلها إلى الحقوق والحريات، من أجل ذلك مواقفي دائما مستقلة عن ليس فقط يعني ما يطرحه الإخوان أو حزب الإصلاح، وكذلك أي يعني موقف لا يمشي وفق ما أظنه أنا قيم ومبادئ أؤمن بها، فأنا معروف الحمد لله باستقلالي وبدفاعي عن هذه المبادئ. وبالمناسبة لا أريد أن أدافع عن شخصي، وإذا بتستمر بأسئلتك عن شخصي لن أستطيع أن أرد عليها، لن أقف محايدة نعم. في معركتي ومعركة الشباب الربيع العربي ضد الاستبداد والديكتاتورية. توكل كرمان، شكرا جزيلا لك. مرحبا بك.